تعالوا بقى نروح لحاجة تانية. يعني احنا بنتكلم على النوايا، بنتكلم على السواد، بنتكلم على الصفاء بقى، العكس اللي جوه الإنسان قد إيه بيفرق في ردود أفعالك وفي كلامك وفي نظرتك كمان للي قدامك. دايما رد فعلنا للي قدامنا لما يبقى عندنا سوء نية بيبقى صعب جدا، لأن انت يعني انت خلاص شايف اللي قدامك ده بشكل وحش، وانه 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 طب انت يعني مين قال يعني ليه سوء النية؟ ده انت حتى لو اللي قدامك وحش افترض حسن النية، لما تفترض حسن النية هتتصرف بشكل مختلف، يمكن يحرج اللي قدامك، فما بالك لو سوء النية خلاك ظلمت انسان بريء. اختلفت او اتفقت، شفت اللي قدامك ده صح او غلط، حاجه ما تخصكش، حاجه ما تخصكش. طيب بنقول بقى الكلام ده ليه ونكمل كده مع بعض، وده على سبيل المثال لا الحصر، لان عدوا بقى حدث ولا حرج على المواقف اللي كتير بنبيت فيها سوء النيه او نحكم فيها بسوء النيه. الفنانه هدي كرم نشرت ليها فيديو مع ابنها وهو بيلعب تمارين الضغط، يعني بيمارس الرياضه، مامته يعني بقى اطلعي فوقيه وانا هلعب كاني شايل اثقال، وهما بقى يعني نشرت الفيديو ده، دي حريه شخصيه هي عملت كده. طبعا انتوا اكيد متابعين وشايفين التعليقات، وهقول تاني حدث ولا حرج اللي كانت على الفيديو والاتهامات اللي راحت ليها والابنها. مش عارفه الحقيقه، يعني مش عارفه اقول الاتهامات دي كانت هي ايه. فكره استباحه سمعه الناس او العقول اللي معشش فيها الظلمه ومعشش فيها سوء النيه والحقد والكراهيه، والعقول اللي ما بتفكرش بس غير في امور يعني تتعلق بالاخلاق والامور، مش بتتعلق بالاخلاق يعني ان هم ناس عندهم اخلاق، لا ده هي عدم وجود اخلاق تماما. والناس اللي بتفكر كل تفكيرها معشش في الجنس والإماحات واللي مش عارف ايه والايه والايه والايه، حاجات غريبه جدا جدا جدا. انا بشوف ان ده مرض متفشي في المجتمع، بشوف ان استباحه اصلا سمعه الناس بقت موجوده وبشكل علني، خاصه وحبذا يعني لو كان اللي بستبيح سمعته ده فنان او مشهور او معروف او اي حاجه، فعادي يعني لما اغلط فيه يعني، وعادي لما اقول لها انت كذا وانت وابنك كذا وانتوا عيله كذا ومش عارف ايه وحاجات كده. فبنشوف ده مرض موجود في المجتمع. انا يعني كان فيلم فول الصين العظيم، ولا فول الصين العظيم الفنان محمد هنيدي لما كان بيكلم البنت الصينيه، فبيقول لها بيتكلمها على ناس في الشارع، قالت له ملناش دعوه يا محيي، ملناش دعوه يا محيي. فهي كده المجتمعات المتقدمه ملناش دعوه، كل واحد ليه حريته الشخصيه. انا ضريتك، انا عملت لك منظر يسيء مشاعرك او يضر ولادك، يعني مثلا هي حطت على صفحتها حاجه فيها حاجه يعني جنسيه مثلا، او حاجه فيها مخدرات او كذا او كذا، واحده بتلعب مع ابنها او تهرج مع ابنها وفرحانه بولادها زي ما انت بتفرح بولادك، ليه تجرح في الناس وليه تستخدم تعبيرات واسلوب غلط وخطا كبير جدا؟ ملناش دعوه. فكره ان انا اخليك في حالك طالما انا ما اذيتكش بشكل شخصي، مالكش دعوه، ما انتقدني، انا عايزك تنتقدني وتقول كان لا يجب ان تضع مثل هذه الصور، ما كانش صح تحط الصوره دي، كان ممكن مش عارف ايه بتاع، دي حاجات شخصيه، دي انتقادات. لكن فكره الشتيمه والاهانه والاتهامات ده الحقيقه اوفر جدا يعني. سوء النيه، انا بشوف سوء النيه، يعني مش بس ان انت بتجرح، لكن انت بتفترض ان اللي انت بتقوله ده صح وبتاكد عليه، وهو كده، هو كده، مش عارفك ان هو كده، يعني جبت الاتهام ده منين وجبت الثقه اللي انت بتتكلم بيها دي منين؟ مش عارفه الحقيقه. سوء النيه ده بيدمر كتير قوي من العلاقات، وبيدمر حتى يعني هقول ايه جوانا، الحاجات الحلوه اللي جوانا، لانك هتبقى طول الوقت شايف كل حاجه قدامك سودة، وهتفترض ان اللي قدامك ده بيكذب، وان اللي قدامك ده بيخون، واللي قدامك ده وحش، ويبقوا اي اتنين ماشيين مع بعض ممكن تبقى ام يعني اي شكلها باين عليها انها صغيره شويه زي يعني زي هيدي او غيرها، في كتير قوي من الامهات، ويعني يعني الصليب كده بقى تلاقي الولد ماشي مع مامته طول بعرض وباين عليه انه حتى اكبر من سنه، فيمكن اللي ما يعرفهمش يقول لك بص حاطط ايده على، بص مصاحبه واحد قد ابنها، بص مش على فكره ده ابنها، هتعرف منين هو يبقى لها ايه ولا هي تبقى له ايه؟ فانا اتمنى نبطل بقى نتعامل بسوء النيه، افترض الكويس حتى لو اللي قدامك وحش، وبلاش نجرح في الناس اللي احنا بنعمله فيهم ده ممكن يفضل علامه العمر كله اذيناهم بيها واحنا مش حاسين عملنا فيهم ايه.